الشباب والرياضة. دكتور أشرف برحب بيك. مساء الخير أستاذ إسلام، وتحياتي لنجوم مصر الكبار الحقيقة، يعني أساميهم بتاريخ في مجال كرة القدم المصرية، وأهلا وسهلا. مبروك يا دكتور. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك والله، وإن شاء الله دايما كده بإذن الله. ألف سلامة على حضرتك الأول يا دكتور. ألف سلامة. الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك. سلامتك ومبروك النهاردة لمنتخب مصر. الحمد لله. انتقاد حضرتك في أول بطولة بعد ماتش نيجيريا وإحنا جاب نتيجة يا دكتور. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أولا مبروك يا دكتور، والأول ألف سلامة عليك طبعا. الله يسلمك يا كابتن إسلام. وربنا دايما يعني يعافيك من أي. يعافينا كلنا إن شاء الله. آمين يا رب، وألف مبروك. وهل كنت متوقع الفوز؟ وأنا عارف إن حضرتك دايما بتكون متواصل مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة اللي فاتت. اه طبعا لازم نكون يعني جنب فريقنا وجنب شبابنا وايا كان الوضع، لازم نكون كلنا داعمين، والنقد ده ما فيش مشكله ان هو يكون نقد فني، لكن في الاخر لازم يبقى يعني كل الكباتن اللي موجودين معاك هم يحسوا بده اكتر، لان هم كمان يعني عارفين يعني ايه منتخب ومسير المنتخب ومباريات يعني مع الفرق الافريقيه ما بتبقاش سهله في بطولات كبيرة زي بطولة أفريقيا، فأكيد الجمهور والدعم الوطني ده شيء مهم جدا، لأن العامل النفسي والإعداد النفسي للاعب كرة القدم في البطولات الكبيرة زي كده شيء لا يقل أهمية على المستوى الفني، وده اللي بيفرق أحيانا من فريق لفريق يعني. لكن النهاردة سعيد بعودة الروح الكبيرة، وشكل الفريق منتظم بشكل كبير جدا، وكمان الحمد لله رب العالمين يعني مع الصعود لدور الثمانية والنتيجة الطيبة اللي موجودة الفرح الأساسي. واللي أنا بقوله دايما من بداية بطولة العربية هو إحساس بعودة روح فانيلة منتخب مصر، تيشيرت منتخب مصر، لأن يمكن إحنا كلنا يعني شايفين متتبعين، ودي كلمتي دايما يعني، من بعد 2011 وفي مشكلة يعني 11 و12 و13 و14 و15 و16 يعني احنا حتى يعني ما تأهلناش البطولة الأفريقية دي، وبعدين وصلنا كأس العالم الحمد لله بعد التأهل، لكن نتائجنا كانت سيئة جدا في 3 مباريات، والرجوع كمان حتى في بطولة كأس الأمم الأفريقية كبيرة جدا كان برضو الروح مش موجودة لمنتخب مصر اللي تعودنا عليه من إبان 2010، لكن بداية الروح وبداية ان يكون في يعني مع جيل كبير في نجوم كتير يعني محترفين بره، ده مكسب كبير النهارده ان احنا يعني العودة. واللي بطلبه بقى كلنا نقف جنب الجهاز، لان الرحلة مش بس كاس افريقيا، الرحلة كمان تأجيل لكاس العالم ومباراة يعني رايح جاي كده مع السنغال، وبصفة خاصة المباراة النهائية هناك، فلازم نقف وندعم الفريق بشكل قوي جدا عشان احنا طمعانين في البطولتين يعني ان شاء الله التأهل والبطولة ان شاء الله.